فيكم من جديد مشاهدينا، ومرحب فيك استاذ عمر حرفوش من جديد. خلينا ندخل مباشره الى مشروعك وبرنامجك يلي هو الجمهوريه الثالثه، هذه الجمهوريه يلي بحسب تفصيله ربما كل لبناني بيحلم انه يوصل الى هذه الجمهورية، وربما الرابعة والخامسة والسادسة ونتطور مع الوقت، لأنه واقف عنا الوقت على الاستقلال من أيام الاستقلال عمليا. مشروع حلو ولكن خيال تنفيذه وربما مستحيل تنفيذه. طائفية كتير، نحن بلد طائفي، بلد خالي من القوانين، بلد بيشرع كل واحد بفصل القوانين على قياسه، حتى قانون الانتخاب اللي عم ننتخب عليه هلأ هو قانون لا يشبه الديمقراطية بشيء. فأن أي جمهورية ثالثة تتحدث؟ عم بتحدث عن جمهورية ثالثة يلي منا بالخيال أبدا ولا حلم. الجمهورية ثالثة ممكن بلش فيها ابتداء من التنين الجاي إذا أنا نجحت وبدي أنجح ورح أنجح بالانتخابات. هيدا أهين شيء ممكن احنا نقدر نعمله، أهين من جلب الكهرباء وأهين من الانترنت وأهين من أنه نعمل نجيب استثمارات أجنبية. ليش؟ لأنه متعلقة فينا نحن شخصيا. إذا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان ثلاث انستيتيوشن إذا قرروا أنه يعملوا جمهورية ثالثة بيصير في جمهورية ثالثة. إذا أنا كنت نائب البرلمان وراح اقترح هذا البرنامج بالبرلمان وهذا القانون الجديد او الدستور الجديد بتمشي بكل سهوله. اذا انا كنت رئيس حكومه لبنان بعملها بست شهور جمهوريه لبنان الثالثه. ليش هي هينه؟ لان منا لازم لها تمويل، لازم لها بس قرار، لازم لها يكون في اشخاص وطنيين، لازم يكون في ناس عم بيقولوا انا ينسوا الانا تبعهم يقولوا الوطن ولبنان. هينه لدرجه انه بيكفي انه رئيس الجمهوريه اليوم بيقول اوكي بنمشي بجمهوريه لبنان الثالثه، نحن وصلنا لطريق مسدود، لازم نغير القوانين، الدستور ما عاد فينا نعدله، لازم نغيره. رحنا بدولة متطورة، اليوم كل الكرة الأرضية عايشة على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، شايفين انه شو عم بيصير برا، بدنا نعمل مثلهم. دبي كانت صحراء، من الصحراء بكذا سنة عملوا منا أهم مدينة بالعالم. نحن لبنان يلي بنحكي انه نحن أذكى شعب بالعالم، ممكن ندل لهالدرجة أغبى شعب بالعالم ومش قادرين ان نحن ننجح بتغيير قوانين ما فيها منا، انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب هالقد صعب يصير الاتفاق عليها، انتخابات عابرة للطوائف هالقد صعب يصير، يلي كان صعب. بس هو يا استاذ عمر، هي المشكلة. سوري سمر 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 بليز هالنقطة، بليز هالنقطة. أي عبقري اخترع قانون انتخابي بيمنع أي وجه جديد يوصل على 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 مجلس النواب، هيدا أكبر عبقري. يعني ولا أينشتاين كان قدر اخترعه، كان يعني اللي عمله أصعب شيء عمله لبنان هو القانون الانتخابي اللبناني، ما بيقدر يعمل شيء أسهل منه، إنه اللي بده يترشح يترشح، واللي بده يصوت بلبنان يصوت للمرشح تبعه. طيب بس هي القصة قصة إرادة يا أستاذ عمر، قصة إرادة، ما بدهم مش صعب. إيه هو هيك، بس هني ما بدهم، يعني الأغلبية ما بدهم. أنت عم تقول رح أوصل ورح أطرح وهالقد واثق من حالك، بعد شوي رح تقول لي حأعمل رئيس جمهورية لو رئيس الجمهورية مش مارونة، يعني كنت بتعمل رئيس جمهورية كمان. ولكن أنت بدك، بس برجع بقول لك إيد لحالها ما بتزقف. شو رح تعمل بين كل هذه الطغمة الحاكمة يلي رح تكون محيطة فيك ويلي ما بدها؟ سمر انت فكرك انه بتقولي انه لو انه لو قصة شوي لو انك ماروني كنت تعمل رئيس جمهوري، يعني مثل كانه كيون ماروني هيدي يعني كفاءة عندي، هذا ديبلوم، هيدا شرف اني انا اكون ماروني؟ لا لو سمحت، لا لو سمحت، نحن عم نحترم. عم بقول لا يلي حضرتك قلت لي اياه بيختصر، يلي حضرتك قلت لي اياه هو بيختصر المشكله اللبنانيه بالكامل. انا عمر حرفوش ما بحق لي فكر او احلم او يكون عندي طموح صير رئيس لبنان لاني غير ماروني، لاني غير كفوء. ممتاز، مشان هيك جاي تعمل الجمهوريه الثالثه. لاني انا اصغر، لاني انا غير كفوء، اصغر ماروني لبنان اليوم احسن من عمر حرفوش. هيدا اللي انت قلتي لي اياه. لا مش صحيح. حضرتك قلتي لي هيدا اللي انت قلتي طبعا ما هيك قصدك. حضرتك طبعا مش هيك قصدك. اوكي بس اللي هيدا اللي انت بدك تستغله لتوصل مساجك وما عندي مانع. لا 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 انا بسمع كل شيء. انا الفرق بيني وبين غيري انه الكل كلمه لها معنى، وكل معنى له حكايه، وكل حكايه بتبني ممكن وطن. يلي انت عم تقولي لي اياه مش انت سمر،
شخصيا اللي عم تقوليه، هيدا اللي كل لبنان فكر فيه، هيدا احنا درجات. انا مني لدرجه سيما بقولي، بس احنا ما قالوا لي انت خلقان بعقاب، ومش لدرجه انك ومنك بمستوى، وانت خلقان انت من عكار، وانت منك بمستوى تكون نائب عن طرابلس. قالوا لي اياها كمان، وبكره ببيروت بقولوا لي انت نائب طرابلس، ومنك بمستوى انك تكون بالبرلمان اللي موجود ببيروت. هيدا العنصريه الاجتماعيه والعنصريه الطائفيه والطبقات انا ضدها، وانا بدي الغيها. انا موجود اليوم مش بس حتى صير نائب، انا موجود لحتى الغي التفكير الطبقي والتفكير الطائفي والتفكير الرجعي من عقول كل الناس. واذا انا نجحت معك سمر، لان شفتك عم تتراجعي عن الجمله اللي قلتيها، اذا انا نجحت لا 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 لحظه لحظه انا ما بتراجع عن شيء، واعترفتي انه اللي قلتيه عنصري، واعترفتي انه اللي قلتيه عنصري، انا بكون ربحت ربع الطريق. خلصت؟ ما تكلي راسي. لا ما فيك تكلي راسي، انا بحياتي ما بقول كلام عنصري، ومني بمحل الدفاع عن حالي. انا قلت انه قد ما انك واثق بحالك انك رح توصل على البرلمان ورح تعمل رئيس حكومه، بعد شوي رح تقلي رح اعمل رئيس جمهوريه، علما انه الطائفيه تمنع ذلك. هل قد معيارة ما تعمل لي منها خبريه يعني؟ لا خلينا نكفي حديثنا، خلينا نكفي حديثنا بالمهم. اللبنانيين والناخبين منهم اغبياء، سمعوا الجمله اللي انت قلتيها وسمعوا الرد اللي انا قلته. فيك تجمعي وتطلعيها بكل الاحوال. الحكم هو الناخب. طيب والحكم هو اللبناني. انت مشكلتك معي انه انا نهار الاحد عم بعمل استفتاء، نهار الاحد عم بعمل استفتاء شخصي، عم اطلب من الاهل طرابلس يقولوا اذا هن بدهم عمر حرفوش يكمل بمشروع الجمهورية اللبنانية او لا. اذا انا نجحت يعني كل لبنان رح يتغير، وجه كل لبنان رح يتغير، وبدءا من طرابلس، لانه طرابلس هي الاصل بلبنان، وهي اصل الثوره، وهي عروس الثوره. وانا كطرابلسي رح اطلع يوم اللي بدي اربح اول مره بدي اروح فيها على مجلس النواب، بدي اروح مشي من طرابلس على ساحه النجمه، ويلي حابب يمشي معي من اهل طرابلس مين ما كان يكون، من اي اعمار، اهلا وسهلا فيهم. بس انا حروح مشي من طرابلس على 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 بيروت، لانه طرابلس مقطوعه عن لبنان جغرافيا وفكريا وثقافيا وعقليا، ومرفوضه من كل لبنان. انا لازم اني انا اربح هذه الانتخابات، لانه هذه الانتخابات معناتها تغيير وجه لبنان. اذا عمر حرفوش نجح معناتها نحن فتنا بعصر جديد اللي هو عصر الجمهوريه اللبنانيه الثالثه، اذا عمر حرفوش فشل معناتها ربحت المنظومه، وربحوا الفاسدين، وربح الكارتيل، وربحوا السرائين اللي سرقوا المصاري تبع الناس، ومعناتها انه هود اللبنانيين يلي انسرقوا ورجعوا بيسوا ايد وصوتوا لشخص يلي سرقهم ويلي ذلهم ويلي خلوا ابنائهم يموتوا على ابواب المستشفيات، ويلي خلوا اولادهم يغرقوا بالبشخاتير عم تروح من المينا. ان شاء الله تنجح، وان شاء الله عن جد تقدر تفرض هذه العقليه داخل البرلمان. ولكن هذه الحقيقه المره هي انه ما راح يخلوك، بدك تشوف شو بدك تعمل. على كل حال، في جزء من نجاحك هو مبني على علاقاتك الدبلوماسية، على علاقاتك بالخارج، وأنا بعرف أنه في معلومات قرأناها أنه في كتير دول مستعدة تساعد لبنان إذا وصل عمر حرفوش على الندوة البرلمانية. رح نشوف شوي جزء من جولاتك اللبنانية والعربية والدولية ونرجع نحكي بالموضوع. على الرغم من أنه مرشح في دائرة الشمال الثانية، كان صور المرشح عمر حرفوش مزروعة على طريق المطار وفي قلب العاصمة بيروت. زار حرفوش الضاحية الجنوبية من دون مرافقة، وتمشى في طرقاتها كسائح عادي، وكلم شبابها، ولم يرى أي شخص حاملا للسلاح، كما كتب ووثق ذلك بالصوت والصورة عبر صفحته على فيسبوك. وجد البعض في تلك الزيارة فرصة للتصويب على المرشح الطرابلسي، فيما صوب آخرون على حجم إنفاقه الانتخابي الكبير. وعلى عكس الزعامات التقليدية، كان عمر حرفوش أول مرشح يزور سوق الأحد الشعبي في طرابلس، والتقى أصحاب البسطات والمواطنين، واستمع إلى مشكلاتهم ومعاناتهم، شارحا لهم مشروعه السياسي والاقتصادي وخطته الإنمائية لأكثر المدن فقرا على حوض المتوسط. أما في جولاته الخارجية، فقد اصطحب حرفوش معه القاضي غادعون إلى باريس لتلقي محاضرة في قاعة
بمجلس الشيوخ الفرنسي عن مكافحة الفساد في لبنان، وأطلق من هناك مبادرة استعادة الأموال المنهوبة، متوعدا بزج سياسيي لبنان جنبا إلى جنب في زنزانة واحدة. ووجهت انتقادات كثيرة إلى المدعي العام لجبل لبنان بعد الظهور إلى جانب حرفوش الذي وصف بالعرض الإعلامية. ومن باريس إلى روما، حيث التقى عمر حرفوش هناك المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ممثلة في القاضية الإيطالية سيمونيتا ماتون في روما، واتفقا على الإعداد لمؤتمر أوروبي كبير للتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة في بيروت بعد الانتخابات النيابية. أما عربيا، فأجرى حرفوش زيارة إلى المملكة العربية السعودية. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Merci pour votre accueil. وصلت جولة حرفوش إلى حاضرة الفاتيكان، فالتقى هناك الكاردينال فرانشيسكو ماركو نيكولا مونتريزي الذي أعرب عن محبته للبنان وقال لحرفوش: سأحملكم في صلواتي. رئيس لائحة الجمهورية الثالثة اصطحب القاضي الفرنسي الشهير شارل برات وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولي إلى لبنان، واجتمعوا معا في زيارة إلى القصر الجمهوري في بعبدة، وتباحثوا فيها بملف محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة أطلقها حرفوش قبل سنوات. اقسم عمر حرفوش على جواز سفره اللبناني في مؤتمر لمحاربة الفساد بأن يبقى ساعيا وراء الأموال المنهوبة حتى إعادتها إلى لبنان، ويرى أن ذلك ممكن من خلال القضاء الفرنسي والأوروبي. تعهد في المؤتمر التأسيسي للجمهورية اللبنانية الثالثة بالاهتمام بدور المرأة اللبنانية وضمان حقوقها المتساوية مع حق الرجل، ويرى أن الجمهورية الأولى للبنان كانت مع انتهاء الانتداب الفرنسي، والثانية كانت مع مؤتمر الطائف، وبدوره أطلق حرفوش الجمهورية اللبنانية الثالثة. عمر حرفوش، كيف ستسترد الأموال المنهوبة وكيف ستحاسب أو تواجه مافيا يلي هي من أعتى المافيات في العالم؟ أنا عم واجه المافيا يوميا، إنه هالشيء كل اللبنانيين صاروا شايفينه. ما عاد سر إنه المافيا عم تواجهني بكل الوسائل، إن كان بطرابلس ولا بلبنان، ولا حتى كان عندي أوقات يبقى مواعيد مهمة يتصلوا من مراكز مهمة بلبنان يقولوا بليز ما استقبلوا عمر حرفوش لأنه خايفين. كيف سأستعيد الأموال المنهوبة؟ الموضوع صار أهين بكثير من قبل. ليش؟ لأنه في اليوم 4 دول أوروبيين عم بيلاحقوا، بسموه فولو ذا ماني، يعني الحق الأموال، عم بيلاحقوا 6 مليار اللي طلعوا من لبنان وتوزعوا على أماكن مختلفة للبنانيين، وصاروا تقريبا عارفين السيركوي، يعني عارفين كيف طلعت المصاري وامتى طلعت وين وصلت. فضل بس هي البروسيدور، يعني فضل انه نحن نقدر نلاقي تماما مين المستفيد النهائي منها. وما بخفي عنك انه من يومين كانت القاضية أود بوغوزي اللي هي اليوم ماسكة اهم ملف ضد الفساد بفرنسا، واللي هي عطت امر بتجميد املاك ب 130 مليون لخمس أشخاص من عائلة واحدة، 5 أفراد من عائلة واحدة، كانت ببيروت وعم تحقق، والموضوع تقريبا سري، ما كان حدا معها خبر، بس هي كانت وكان معها مساعدين والتقت مع الناس وجربت تلتقي مع الأشخاص يلي متهمين. فالموضوع صار سهل. فضل شغلة واحدة، أنه لبنان يشارك الغرب ويساعد الغرب قضائيا، يلي هذا لبنان لليوم هيدا كيف شايفه سهل؟ يمنع القاضي تنمو، كيف شايفه سهل هذا الشيء؟ نحن مش شايفينه سهل. إذا أنا نائب البرلمان أنا بضمن إنه هالشي يصير. إذا أنا بس هيدا مش تدخل بعمل القضاء اللبناني. أنا بضمن هالشي يصير. أنت مش عم تدخل القضاء اللبناني. أنا بقدر أقول لك لازم يكون مدام
أنا عم أجرب أني أنا أجيب العدالة للشعب اللبناني، أنت عم تقولي لي هذا تدخل بالقضاء اللبناني. القضاء اللبناني لازم طبعا نتدخل فيه لحتى نهزه، لحتى يشتغل، لحتى نهزه. بتعرفي وقت بتمسكي شجرة بتهزيها بقوم بيقع كل فويك المنزوعة منها، هيك لازم نعمل بالقضاء، لازم نغيره، لأنه في قضاة عم يمنعوا قضاة آخرين من العمل، عم يتهموهم زورا وبدهم يعملوا لهم مجالس تأديبية، ما معهم حق يعملوها. اليوم نحن بنشتكي، وبالربورتاج أنا شفته اللي هلا حطيته، واللي أنت قصدك تقولي إنه نحن بنعترض إنه في قاضي أو قاضية تنقول بطلة لبنانية سافرت على مجلس الشيوخ الفرنسي اللي هو من أعرق برلمانات بالعالم، لحتى الأجانب والمسؤولين الأجانب والسفراء، سبع سفراء كانوا قاعدين بجلسة وزقفوا له وقوفا لحتى تحكيلهم عن الوضع بلبنان وتشكيلهم أنه القضاء اللبناني بيمنع القضاة اللبنانيين أنه يتعاملوا مع القضاة الأجانب. ونحن بنعترض على هالشيء، بقول هذا تدخل، بالعكس نحن لازم نزقف، نحن لازم نوقف قدام القاضي ويكونوا اثنين وثلاثة ويصيروا عشرة ويصيروا عشرين قاضي مثل القاضي غاد عون، ساعتها نحن بنقدر ننقص لبنان. أنا اللي بدي أقول لك، أنت بتشخص انه انا نهار التنين نائب بالبرلمان اللبناني، تتشخصي الرعب والخوف اللي حيسيطر على اكثر الناس اللي عارفين انه انا ماسك الملفات وعم ادعمها، بقول لك هيدا بدون صفه رسميه قادر يروح على الفاتيكان ويروح على يلتقي مع قضاة من بيناتهم القاضيه اللي ارجيتوها بالروبورتاج اللي هي اشهر قاضيه لمكافحه الجريمه المنظمه. نحن عندنا بلبنان الجريمه منظمه، جريمه سرقه اللبنانيين. بالكلام هذا اذا منه نائب ما عنده اي صفه رسميه كمواطن لبناني عملتها، بس كيف رح يصير اذا صار نائب او صار وزير او صار رئيس وزراء؟ هي نهايتهم. عمر حرفوش بالبرلمان اللبناني يعني بدايه نهايه الفاسدين في لبنان. هيدا اللي رعبهم، هيدا اللي مخوفهم، هيدا اللي عم يخلون يطلعوا علي اشاعات. انا في على اشاعه وبتغدى على اشاعه وبتعشى على اشاعه وبنام قبل ما نام اسا اشاعه اسا اكثر من غيرها. لو هالعالم اللي عم يخطروا علي اشاعات يسعوا لانقاذ لبنان، لبنان كان من زمان كان بأحسن وضع له. نعم. كل التفكير وكل العباقرة كليتهم شغلتهم اليوم كيف يدمروا عمر حرفوش وكيف يمنعوا يدخل مجلس النواب. نحن عم ننتهي، لأنه عارفين أنه إذا عمر حرفوش فات على مجلس النواب كليتهم رح يفوتوا على زنزانة واحدة، وأنا مصر على هالشي، ورح أعمل فيهم مثل ما عمل محمد بن سلمان بالسعودية، رح حطهم كليتهم بغرفة واحدة ومش رح يطلعوا منا إلا ما يتنازلوا عن كل شيء أخذوه من الشعب اللبناني ويردوه لكل اللبنانيين فردا فردا. قلت لك مرة بحلقة الله يعطيني ربع ثقتك بنفسك، جميلة جدا هذه الثقة بالنفس. طيب إذا صار نهار التنين وفات عمر حرفوش على مجلس النواب، هون بدي منك أجوبة سريعة كلمة كلمة لأنه عم يخلص الوقت، مين بينتخب عمر حرفوش رئيس مجلس؟ حقلك إياها بكل صراحة، أكيد مش رئيس المجلس النيابي اللي يلي موجود، وإذا ترشح بتكون فضيحة. ما بتنتخب نبيه بري يعني؟ مستحيل. مين رئيس جمهورية مستحيل. لبنان المقبل بالنسبة لعمر حرفوش؟ اليوم في الأمريكان بدهم ميشيل معوض، الفرنسيين بدهم سامي جميل، الحزب بده يا سامي فرنجي يا جبران باسيل، وعمر حرفوش مين بده؟ هذا المطروح ما هيك؟ عمر حرفوش مين بده؟ وفي واحد هو بده، وفي واحد هو بده سمير جعجع. اوكي، انت مين بدك؟ مين بتأيد؟ انا بدي يكون حيل لواحد. مين بتأيد من يلي طرح؟ حيل لواحد نضيف يترشح من يلي هول موجودين. بقدر اقول لك انا بالنسبه لي كعمر حرفوش بالدرجات مين احسن واحد فيهم؟ ايه مين؟ ومين اضرب واحد فيهم؟ بس بصير عندي مشاكل كثير مشان هيك ما حقول لك اياها، ما حقول لك. اوكي، مع حكومه سياسيه لانه بتمنى من قلبي، بتمنى من قلبي انه ما يترشحوا. حلو، هذا جواب، خلاص هذا جواب يعني ما حدا منهم. عمر حرفوش مع حكومه سياسيه ولا مع حكومه تكنوقراط لاداره الملف الاقتصادي وملف الفساد المالي؟ اليوم يعني شفنا انه تكنوقراط يعني سياسيين. انا مع حكومه شفافه ممن كان يكون، يعني انا تنفترض اذا انا رئيس وزراء ما بتفرق معي اذا كان عندي الوزراء من احزاب معينه، المهم يكونوا كفؤين. اذا انا عندي برنامج اصلاحي وهن ما مشوا فيه بشفافيه كامله بقول له يا اخي انت فاشل، اطلع برا وحجيب واحد ثاني محلك، او بقول له الحزب اعطيني واحد ثاني. ولكن الفرق بيني وبين غيري انه كل اجتماعات وزراء الوزراء رؤساء الوزراء كل اجتماعات الوزراء راح تكون متلفزه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى كل
لبنان يشوف بعينه أنه كل شيء عم بيصير بشفافية، ومين عم بيكذب ومين عم يسرق ومين عم يخربط ومين عم يشتغل مزبوط. ممتاز. بعد معي 5 دقايق بدك تركز معي، بدي فرجيك صور، بدي على كل صورة تعليق سوبر سريع، فيك تعلق بكلمة أو بكلمتين. مين هي؟ حبيبة قلبي ماما نجوى. شو بتقلها لنجوى؟ شو بتوعدها على السريع؟ صح. الصورة اللي بعدها، شو بتقله لعدنان؟ هيدي بابا وخي وليد، بقول له مرسي بابا، مرسي انك ربيتنا هيك، ومرسي انك عطيتنا من نحن وصغار، قلت لنا انا بوثق فيكم. البابا ما كان يسمح لنفسه يفوت على غرفه النوم تبعيتنا بدون ما يدق على الباب. ممتاز. اللي بعدها وليد. وليد هو احسن جزء فيني، هو الثلاث ارباعي. اللي بعد، شو هيدا؟ مرمرون. بيت مرمرون. نعمل هيدي الصورة، بتعرفي البابا والماما، ماما انخبر انه احنا عاملين بارتي بالبيت، فضحناك هلا. هيدي بيرثدي 16 تبعك ببيتكم يلي بتسموه بيت مرمرون. ليش بتسموه بيت مرمرون؟ هيدا بيت اهلك، هيدا شارع مرمرون، ونحن هيدا البيت اللي خلقنا وربينا فيه. ايه بيت اهلي، والبيت نحن خلقنا هونيك وربينا هونيك، وهيدا بيت مرمرون. فوالا هيدي الانتري المدخل، وهون بيت عمار السيد جيراننا، وطوط ماري الارمنيه فوق، وهي حياتي كلها. اللي بعدها يوليا وغوستافيا. غوستافيا، يوليا وغوستافيا. انا الحقيقه تغيرت كثير وقت تزوجت من يوليا من 12 سنه، وتغيرت كتير للأحسن. ومن وقت عندي غوستافيا أنا عايش بسعادة، بنتي مثل زوجتي، رايقين ومهذبين. في علاقة مميزة بينك وبين غوستافيا. كتير مختربين تزوجوا من الأجانب، علاقة مميزة طبعا. أنا اللي فيق الصبح، أنا اللي بلبسها بيخدها على المدرسة، أنا وقت بنتغدى لحيت اليوم بالمطاعم أنا وياها منقي شو بدنا ناكل، بطعمية إذا فيني. طيب فكرت للحظة أنه بس تصير نايب رح تخسر هودي؟ كل شيء بالنسبة لي. ممكن ما يعود فيك تاخدها على المدرسة. أنا مشان هيك أنا عم ضحي، أنا عم ضحي. صح، انا عم ضحي كثير. انا اول شيء جربت اخذهم معي، ولكن وقت صار وقت القوصوا علينا وكانت مرتي وبنتي معي، فهمت انه انا ما بقدر امشي معهم. يعني لحمايه مشان ما يتعرضوا للخطر. في عندك شيء وعد بدك توعدها يا لغوستافيا سريع؟ شو بدك توعدها لبنتك؟ باي بلد بدها تعيش بنتك؟ انا وعدتها لغوستافيا، هذا وعد اعطيته اياه، انه انا بس تكبر حتقدر تعيش بلبنان اللي هي ممكن تفتخر فيه. وقت يصير عمره 16 17 سنه رح تقدر تعيش باحلى بلد بالعالم يلي هو لبنان. هذا وعد مني لها. يوم اللي اعطيتها الباسبور كان عمرها تقريبا نهار واحد، اول ما خلقت ركضت على الانصليه بباريس عملت لها باسبور لبناني. انا وزوجتي وبنتي حاملين فقط الجواز اللبناني، وانا مصر اني انا قد ما فيني انقذ لبنان وحسنه لحديت ما بنتي وقت تكبر تقول انا هيدا البلد اللي بحلم اعيش فيه. عمر حرفوش بدقيقة توجه لأهل طرابلس، قل لهم ليش لازم ينتخبوك، شو كلمتك الأخيرة لأهل طرابلس الليلة؟ أنا بتمنى أنه أهل طرابلس يكون عندهم الوعي، أنه عندهم تشويس، عندهم يقدروا يفرقوا بين اللي خربوا البلد وسرقوا البلد ونهبوا البلد وفقروهم، وبين عمر حرفوش اللي جاي يرجع كرامة الناس، وجايب مشاريع انمائية، وجايب معامل نسيج، معامل خياطة، عندي مشاريع سياحية ليكون all included مثل بتركيا بأنطاليا، مثل بمصر بشرم الشيخ. عمر حرفوش اللي جايب وعاتي اهتمام كبير للثقافة، للتربية والتعليم، للطرقات، لتكرير الزبالة، للكهرباء. عمر حرفوش
حرفوش يلي هو قلبه بطرابلس وهو كل شيء عنده إياه مسعد قلبه لطرابلس. أنا بتمنى أنه أنتوا تصوتوا لي بكثافة، لأنه هذا كل لبنان ناطر هذا التصويت، كل لبنان بده ناطر يعرف إذا أنتوا حتاخذوا القرار الصح ولا لا. كل لبنان اليوم مجهر كل لبنان على طرابلس، وهالشيء لبنان طرابلسي صار معهم خبر، وكل لبنان ناطرين يعرفوا شو الخيار رح يعملوه طرابلسي، رح ينقوا عمر حرفوش أو رح يقرروا أنه لبنان لازم يرجع لورا. شكرا لك عمر حرفوش على هالإطلالة. يمكن آخر كلام لك قبل الصمت الانتخابي، بدي أتمنى لك لألك ولكل المرشحين التوفيق بالاقتراع نهار الأحد. إن شاء الله إذا فيكن خير للبلد توصلوا، إذا ما فيكن خير للبلد إن شاء الله ما توصل. وهيدي دعوة الكل. آخر كلمة بليز، آخر كلمة تفضل قبل ما نطلع جينيريك. جينيريك يعني كل ما يبلش صمت الانتخابي تأليفك. كل ما يبلش صمت الانتخابي، كل ما بتبلش صمت الانتخابي بتكتر علي الإشاعات. بليز ما تصدقوا شيء أنا بالصمت الانتخابي ما بقدر رد، ما تصدقوا أي شيء. أنا مش رح انسحب، أنا لآخر نفس ولآخر دقيقة رح دل مرشح ورح أربح. شكرا عمر حرفوش، وجينيريك بتوقيعك.